لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت. مشاهدينا الكرام، كان هذا أذان صلاة المغرب، نقلناه لكم مباشرة من أمام مسجد الشهداء بمدينة الدار البيضاء على قناتكم قناة شوف تيفي. تقبل الله صيامكم وقيامكم، فطوركم شهي، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.